السلام عليكم اخواتي اخواني، لاباس عليكم؟ هانين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم سيوات ليلى وسلمان اميريه في وصفه جديده. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه والسلامه، الله يرفع علينا وعليكم هذا الوباء وهذا البلاء يا ربي امين. اليوم غندير معكم وصفه ديال لي بات. راني لحتى ولكن كنت مجروبه، كنت صايمه داك النهار ودرتها غير يعني تقديم عشوائي. دابا وجدت لكم المقادير يعني باش اللي بغى يطبقها الاولاد والدراري، بان الدراري ما كيبغيوش لينا الخضره، خاصة الامهات كيوحلوا مع ولادهم على الخضره ما كيبغيوش ياكلوها. ولكن ملي كدير لهم هاد لي بات هادي راه كياكلوها، يعني كدوج الخضره مع لي بات مع البيساميل. غندير لكم لي بات الكرافطه او الورده بالسوسيط. ها هو النقانيق عندي هنايا، غادي نحتاج هنايا النقانيق القياس اللي عندك. درت انا هاد القياسات اللي عندي. المهم عندي هنايا الفلفله، هي فيها الخضر والحمر، جوج فلفلات مقطعين. عندي هنا بصله كبيره مقطعه. عندي هنايا جوج ثلاثه الخيزويات مقطعين مزيان، اولا تحكهم بالحكاكه. عندي هنا القرعه الخضراء، حتى هي ما كيبغيوهاش الدراري الصغار. انا الصراحه انا وريت لكم هذه لاله الحادقه او لاله فيتو، هذه هي اللي خديت من عقاقير ولاد عمر. صراحه راه زوينه، انتما هي باش قطعت هادشي كله. صراحه خذوها ما غاديش تندموا عليها، هي بس كنوجد دابا بها كلشي، كتسهل ليا الماموريه ديال كلشي. ديري مسمن معمر، مخيمات، وصفات حريره، المهم اي حاجه بغيتي طحنها راه كتسهل الماموريه. عندي هنا الصلصه ديال المطيشه، راه عندي في القناه اللي بغاها راه يدخل يقلب عليها. هانتوما الصلصه هذه مصايبه بالمعدنوس والثومه والقزبر والملح وجيت العود شويه التحميره، كتبقى عندك حتى العام كله. غنحتاج التوابل هنايا، عندي معلقه ديال المطيشه الحك، عندي معلقه ديال القزبر ومعدنوس والثومه مطحونين بزيت العود شويه الملح، عندي شويه السودانيه ها هي، عندي الكمون، عندي الملحه، عندي شويه الابزار، عندي التحميره شويه الخرقوم، وعندي هنا كاس ديال الزيت. المهم راه بعد البصامير راه غادي نوري لكم الطريقه ديالو ان شاء الله. مرحبا بكم معنا وقبلوا علينا معنا. درت هنايا الماء كيغلى، ها هو عندنا لي بات هذا النوع اللي غندير هنايا. عندي هذا النوع هذا هو اللي غادي نديرو، تابعوا معنا الطريقه. مرحبا بكم وسمحوا لينا الا كان سايبكم، وشكرا للدعم ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيو لينا، مرحبا بكم اخوتكم، وشكرا للتعاون ديالكم. يلا تابعوا معنا الاخير. هيا الماء مغلي عندنا، كندير لي بات هنايا. خليو لي بات ديالنا طيب في الماء والملحه وغندوزو للطريقه. درت المقلايه كتسخن وتابعوا معنا. المهم معنا ها هي لي بات ديالنا كتغلى هنايا. هنايا درت الزيت يسخن، غادي ندير الزيت. درت المقله تسخن ودرت الزيت، كاس لاروب ديال الزيت صغيره وها كاس ديال المكه. صراحه الكيسان كيعجبوني وخا بقاو عندي قلال ما بقيتش قيتو، زوينين. كنخلي الزيت يسخن، غادي نسحر عليه البصله هي الاولى. ها هي البصله ديالنا، نديرو البصله بالصحه. صحة البصله مزيان هي والنقانق، بعد غنزيدو عليها الخضر الاخرى. عندي هنايا هاد النقانق هادو راهم ديال لادان، تقدري تجيبي نص كيلو، تجيبي رابعه، تجيب القياس اللي بغيتو ديروها للدراري. راه عزيزه عليهم هاد لي بات هادي، صراحه برشنا حنا الكبار كتعجبنا. كنحركو النقانق والبصله، نخليهم يتسحروا مزيان باش يشدو راسهم. المهم ها مس النقانق ديالنا تسحروا مزيان، هما والبصله كيشدو راسهم. غادي ندير معاهم شويه ديال التحميره باش يعطيو اللون النقانق عادي ديال لادان. ندير شويه د المعدنوس من هادي، شويه د الصلصه، شويه د الملحه. باش يشد اللون شويه هو.
غادي نجد عليها البصله، نجد الفلفل، نجد خيزة والجزر. صراحة هذا كيعجب الدراري الصغار، واخا ما كيحملوش خضرة، ولكن كديرها لهم بالطريقة كياكلوها. صحية يعني، ما فيهاش شي حاجة مضرة، ولا خضر كلها، البصلة، خيزو، القرعة، الفلفلة، لدند، كفتة ديال الشوشيطرة ديال لدند. شريتو من سناك الغنيمي، صراحة عندهم داكشي تاهما زوين. نجي نجيب القرعة حتى هي يا هي، نخليوهم يتقلاو مع بعضياتهم حتى يتزينسو، حتى طيب لينا الخضرة، وتابعوا معنا للاخير ان شاء الله. غادي نجيد غنجد التوابل ديالي، هي كلها ثوم، سمحوا لي شي ساق ماشي مشكل، هو معدنوس خالد معتمد عندنا، كنخلطو هادشي مزيان ونخليهم يتوخو مع بعضياتهم. هي لي بات ديالنا هي كطيب، يلاه تابعوا معنا بلا طابط لينا لاصوص. غادي نصاوبي طابط لينا الصلصه ديالنا، غادي نصايبو البيساميل حتى هو، نقدمو لكم الطريقه كامله مكمله ان شاء الله. كنجدو عليها زلافه ديال المطيشه ديال الصلصه، ها هي منزليه، هيا مالو هانت كتخلطي مزيان، كتخلطي الصلصه تكون تعاود مع بعض حتى ندير واحد شويه ديال السنيده او شويه ديال العسل، غير شويه باش ما تجيش حموضه، شويه معلقه صغيره ديال السنيده، خليوها تطبخ شويه مع بعضياتها، نغطيوها وانتوما هي تسلقات غادي نطفيو عليها، وتابعوا معنا طريقه البصل. وها هي الصلصه ديالنا وجدات، ديال السوسيط والخضار يعني والتوابل كلها، وزدناها وغادي نبداو ان شاء الله. غنخليو حتى يبرد لينا هذا الخليط، ناخذ هذا السوسيط هذا ونقطع اطراف صغيره، غتابعوا معنا المراحل عفوا. ودابا غنبداو بالبيشاميل، غنحتاجو نص سترو ديال الحليب، عندي هنا نص سترو كاس تاع الدقيق، عندي الملح، عندي شويه الفرماج محكوك، عندي لي باتاي هنايا، زيت الزيتون نص كاس، وعندي نص سترو ديال الماء، الماء ديال لي بات يعني الماء اللي صفيت من لي بات هو اللي غادي نعاود نكمل به البيشاميل. يعني بغيتي ديري البيصامل بالحليب كله تقدري ديريه، ما انا ما متوفرش حليب، هادشي اللي بقى عندي يعني قديت بالماء المغلي ديال لي بات، ما ترميوش غادي تكملوا به. ودي لي بات ديالي ها هي واجده، الصلصه ديالي هي وزدات، صراحه زات واعره وعطي الريحه ديالها رائعه، واخا نسيت ما درتش فيها صلصه الصوزة، حتى هي كتجيبها واعره، ولكن مع الجربه ما جاتش. وكندير فرماج، حيت عندي فرماج احمر محكوك مع شويه الفرماج ديال الابيض، عندي هنا جوج معالق كبار ديال الزبده،
ونص كاس تاع الزيت البلديه، وكاس غندير كاس ونص، كل كاس ونص اللي غندير ديال الدقيق. وتابع معنا المراحل ان شاء الله، قبلوا علينا مرحبا بكم، تابعوا معنا الاخير. يا ليلى وصلت على نبي، سامي ديال المطبخ كنجيب عليه شويه الفرماج صافي كنطفيو الضو وغنبداو
وهو الغراتان ديالنا اخواتي اخواني بجد صراحه تيبان كيشهي. سمحوا لي نسالكم حقكم في الجنه. غادي نقطعوا معكم دابا. هاي الطريقه الاخيره ديال الكراتان ديالنا. كنت حتى التغسيله صراحه ما كتبان لا خضره لا والو. هانتوما تبان على الصلصه والبسله والفرماج ديالنا. سمحوا لينا بالصحه والصراحه ونخليكم في امان الله في امان الله ورعايته. مشاو تدعوا معنا وديروا لايك وبارطاجيو وديروا ابوني وشكرا على المتابعه ديالكم.